مساء الخير يا وجيه الخير. الله الشيخ هلا سيمو يا هلا، مبسوط اليوم؟ الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله، دائما يا رب يا رب. ما صدقت انت شفتني مبسوط اتصل عليه. هذا ابو هاشم، ابى اشوفك، ما احب اشوفك مبسوط، لازم انكد، لازم انكد. بس والله اليوم ما حد نكد، اليوم حكم مبسوط. تحدي يعني؟ تحدي حلو. بس ايش؟ يلا ما علي. الله، طيب فين تبي تعزمني؟ ولا انك تجي؟ لا ما في نكد. الله ابشر. ايوه ايوه ابشر. الحمد لله شربنا القهوة وعينا من الله خير وخلصنا اجتماعنا وابو هاشم مروق ومبسوط. ف ايش رايك نسوي فقرة الاسئلة؟ من قال لك بسويها؟ بروح انام انا. بليز ابو هاشم. المهم ما في بليز، انت جني ما تنام، روح بيتك. يا اخي هذه حركتي لا تسويها بليز. اما حقك مرة سجلتها ماركة. لا السؤال الأول، متى أول مرة قابلت أبو هاشم؟ غلطة ولد ما قبل يعني. فترة طويلة يعني كنا كذا بجلسة شباب وجاء واحد من أصحابي ومعاه أبو هاشم. إيش معاه أبو هاشم؟ كيس قال لك معاه أبو هاشم، جاء معاه أبو هاشم. كمل. جاء معاه أبو هاشم. والله وجلسنا وكذا وتعرفت عليه، بس يعني مو أكثر ولا أقل. بس والله ذاك اليوم كنت مرة فرحان إنك عرفتني. والله اعترف مرة وائل كفوري رغب علامة. هاشم نزلني سيارتي، والله بديت اتصدع جد انا من جد، وانا بديت اتامل منك وطفشت منك والله جد. والله والله اه محمد يا ابوي اتكلم، قول لي ابو هاشم دقيقة دقيقة اسمع. رديت والله احب اسامح اني نسيت. دحين دحين احول لك، انت حسابك راجحي صح؟ ابو هاشم انت راجحي، حول للرجال. حول الرجال ما شاء الله، فلوس جايبه من الشارع قاعد تحول الرجال. شوي اكلمك شوي اكلمك. والله انت من جد ما تستحي نفسك، انت قاعد تحول الرجال يا كده. حول افزع لاخويك يا اخي، حول للرجال ما عنده. لا افزع لاخويك، اركب سيارتك وبرا، سيارتي وبنزين وخسارة وانا احول لك. يلا اهدى، انت قلت لازم تكون يوم مبسوط ومروق. بطلت فيها تحويل وفيها خسائر وفيها كافيهات. بسطة ما تنبع معك انت. اضحك. حول قال لك حول. ابو هاشم حول ما شاء الله تبارك الله. انا ابو هاشم لما تكون مروق ومبسوط كلمني كذا ما ينفع. والله مروق ومبسوط ونجيب كلام اللي من امه داعي. حول يقول لي حول. يا تشقي يا تعبي الفلوس تقول لي حول كذا. تحويل مكالمة هي؟ قال لك حول. كلها فلوس عادي حول. فلوس مو انت طول وقتك تجمع فيها دي الفلوس. يقول لك حول. طب انت حول. والله ما حتحول. والله عيوني لك. والله ما حتحول حتى عفش. ما حتحول مو فلوس. قال لك عيوني لك، ما ابغى عيونك، حول. طب خلاص اهدى. مبسوط هادي. خلاص روقت. مروق بس لا تجيب لي الكلام اللي يزعل. ابشر. يلا حول. برضو؟ يعني؟ باشن. كلها فلوس 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 ليل ونهار وانت جاي تجمع فيها فلوس. طيب هي دي المهمة. مني شيء قبل ما انزل؟ بقيت قبل سيارتك تفارقني. اهم شيء انك مبسوط. مبسوط الحمد لله وسعيد وكل شيء. امشي امشي. طيب يلا حول. رجعنا دوري نكد انت. مو يا ابو هاشم ترى كلها فلوس فلوس. لا والله فلوس قاعد تجمع فيها دي الفلوس اللي ما عمرك تجيب له تحويل منك من فلوس. يا اخي طب انت حسابك زيه بس. الغيت الحساب، قفلت الحساب وقفلت التطبيق وكل شيء معي. طيب يا جماعه صلوا على النبي، قررت اسوي فقره اسم الفقره حول العالم واحتاج رايكم فيها، لان انا بسويها عشانكم فرايكم جدا يهمني.
اسم الفقرة حول العالم، بتكون كل أسبوع مرة، وكل مرة في دولة مختلفة، مرة مثلا في الهند، في الصين، في مصر، في السودان، ما نحدد الدولة، اللي جينا نقول له أهلا وسهلا. كيف طريقتها؟ بسلم سناب بكبره للشخص اللي عايش في هذه الدولة، عادي مشينا في السناب، يودينا أماكن تراثية، أماكن سياحية، يورينا بعض من عاداتهم وتقاليدهم، المهم إن نعيش معاه اللحظة. فإيش رأيكم بالفكرة هذه؟ إذا عجبتكم قولوا لي رأيكم. أخيرا وليس آخرا، عشان تتم هذا الفقرة إن شاء الله الحلوة اللي حستمتع فيها أنا وإنتو، أحتاج الأشخاص اللي عايشين برا السعودية، سواء من شباب أو من بنات ما يفرق. أهم نقطة اللي حسلم سنابي يصور بكل أدب وأخلاق واحترافية، لأنك ما أنت جالس تصور لشخص أو شخصين أو 100 أو 1000، أكثر من 2 مليون شخص، فلازم نحترمهم، تمام؟ فالأشخاص اللي عايشين برا واللي عندهم القدرة والجرأة والإمكانية إنهم يطلعوا في سناب ويسووا هذا الفقرة أو يساعدوني في هذا الفقرة، يتواصلوا مع رقم إدارة أعمالي هنا. يا رب يجينا أشخاص كويسين يا رب. بالنسبة للناس اللي تقول لي طيب أسامة ممكن تعطي الباسورد ويغيره، ممكن يسرقوا حسابك، ممكن يهكروه، اطمن أنا ما حاطيه حتى الباسورد، أنا كل اللي حسويه أسوي له آدمن. الحسابات الموثقة في السناب شات عندها خاصية اسمها الإضافة أو الآدمن، أقدر أخليه ينزل سنابات في الستوري حقي من السناب حقه، فهمتوا الفكرة؟ يعني أنا ما حخليه يدخل على سنابي ولا يشوف الأصدقاء اللي عندي ولا المشاهدات حتى، فقط أسوي له آدمن إضافة إنه يقدر ينزل في الستوري حقي بس. يا جماعة لي يومين أحس إحساس غريب، ما أدري كيف أوصفه، بس أحس أبغى ناس جديدة في حياتي، أبغى أكشن كذا، ما أدري. تخيلوا يا جماعة قبل شوي صحي من النوم وإحنا نحاول ننام والحبيب ما في نوم، وتعبنا وطفشنا يبغى يلعب، ما نعرف أنا وديه. نزلت المحطة عبي بنزين وخدته معايا. ولد تعال تعال تكلم مين؟ تكلم مين؟ يا بابا يا حبيبي يا كابتن يا عيوني، انت نفسك فين رايح؟ يا بابا خلاص خاث. ايوه خاث، خايف من ظنه. خايف من الظل حقه. بابا أنا يا حبيبي تعال يا بابا تعال. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. صل على الحبيب قلبك يطيب. رسالة لكل شخص مقصر مع أهله أو يفضل الناس على أهله، ركز معايا. في يوم من الأيام كان في حكيم جالس مع التلاميذ حقونه وسئل: أستاذ من أعز الناس؟ قال: من أعز أهله. طب أستاذ من أذل الناس؟ قال: من ذل أهله. واستشهد في كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. فنط أحد التلاميذ وسأله: طب أستاذ من هم الأهل؟ يعني إيش ترتيبهم؟ لمين الأولوية؟ ركز إيش قال: الوالدين، ثم الزوجة، ثم الأبناء، ثم الأخوة. نط أحد التلاميذ كده زعلان: ألا تقدم الزوجة على الإخوان؟ فقال: نعم. طب كيف؟ ليش؟ قال: أليست الزوجة بمسكن لزوجها؟
كلهم قالوا نعم. قال فالسكنوا أو لا. لا تستغرب ولا تهاجمني دحين أنا فاهمك كيف وليش. مو معناته أنه قدم الزوجة عن الإخوان نقصر في حق الإخوان، لا غلط، في حكمة في كلامه، ركز. مهما طال الزمن أو قصر إلا وإلا الإخوان، واحد ينشغل في ظروف الحياة، الثاني في الزواج، الثالث في لقمة عيشه، ولكن في وقت الشدايد يد واحدة. بس الزوجة مين لها غير زوجها؟ هو المسكن، هو السند، هو الظهر، هو الأب، هو كل شيء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأحد الأشياء اللي أنت مسؤول عليها في حياتك الزوجة. فهمت ليش قدم الزوجة عن الإخوان؟ مو تقصيرا في حق الإخوان. فلو تركز أول شيء قال الوالدين، الرسالة اللي بوصلها لك، حاول بقدر الإمكان إنه يكونوا أهلك هم الأولى بكل شيء في حياتك. هلا هلا في الوالدين، هلا هلا في الإخوان، هلا هلا في الزوجة، لا تقصر مع أحد. والله أحد أسباب الرزق والتوفيق في الحياة رضا الله ثم رضا أهلك عنك. من النهاية وبكل بساطة ركز، أهلك لا تهلك، أهلك لا تهلك. وصلت؟